نروح بقى للفقرة اللي بنتقمص فيها شخصية كولينا وارو. كابتن سيد عبد الحفيظ بعد مباراة النادي الأهلي الأخيرة وعلى خلفية إلغاء هدف بشكل حصل قبل كده مع النادي الأهلي، اتكلم في كواليس إلغاء الهدف ففوجئ أنه هو بيتغرم 50,000 جنيه. طب تعالوا نسمع كابتن سيد قال إيه ونرجع نعقب. أنا أكتر واحد كنت أتمنى أن الهدف ده يبقى أوفسايد. أكتر واحد كنت أتمنى الهدف ده يبقى أوفسايد. ليه؟ لأن لو الهدف ده سليم 100% لا يبقى فيه مشكلة مع كابتن محمود دسوقي. كابتن محمود دسوقي ده هو اللي قاعد على الفار، يعني موجود بقاله 4-5 ماتشات، معرفش يعني معانا احنا كل الماتشات، يعني كان معانا في مباراه الاتحاد، كان معانا في مباراه المقاصه برضو اتلغى هدف في مباراه المقاصه، كان هو برضو اللي على الفار. النهارده قاعد على الفار، اتمنى ان الهدف ده ما يكونش صحيح، اتمنى، لان لو الهدف ده صحيح لا يبقى في حاجه مش يعني في حاجه لازم نتساءل عليها. يعني انت في 3 ماتشات بتغلط مرتين في هدفين، طب افرض دلوقتي سيراميكا رجعت في المباراه. حكم الفار، الحكم المسؤول اللي اتكلم عنه كابتن سيد عبد الحفيظ، اللي في 40 يوم بيدير 3 مباريات فار للنادي الأهلي، وكأن الراجل ده مضاد حيوي في التحكيم، انت لازم تاخده كل 10 ايام او كل 13 يوم. هل ده منطقي؟ هل ده معقول؟ هل ده شيء لا يثير الدهشة ان كابتن سيد عبد الحفيظ يبدي فقط تساؤله ولا لا يا أسامة؟ هو بالعكس، كمان ده الكابتن سيد عبد الحفيظ قال انا بتمنى ان الكره دي تطلع تسلل. يعني انا مش فاهم ما حكمش على اي صحيح. اساس الكابتن سيد عبد الحفيظ تم معاقبته؟ هل على اساس ان في الكابتن هاني السعيد يتعاقب هنا، او الكابتن سامي شيشيني يتعاقب مع اسوان، فالكابتن سيد عبد الحفيظ يتم معاقبته على اساس ان هو بيتمنى ان الكره تطلع تسلل؟ والحكم الفار محمود الدسوقي حكم بالفعل ال3 مباريات، الاتحاد، المقصه، وسيراميكا، وفي مباراتين من الثلاثه كان له خطا تحكيمي أو أثار الجدل بين الخبراء التحكيميين، سواء في مقصة أو في سيراميكا. نطلع نشوف كمان الكابتن بقى طارق السيد وهو بيحاول أو بيوجه نصايح لبيتسو موسيماني. موسيماني بيقول في المؤتمر الصحفي إن هدف كهربا التاني اللي هو جه واتحسب أوفسايد، مش أوفسايد من وجهة نظره، إن هو بيقول إنه كان واقف على الخط، يعني على خط التماس كده قدام المدافعين ومهاجمين الاهلي اللي هو محمد شريف، وبيقول ان هي مش اوفسايد من وجهه نظره وتستحب. طبعا احنا شفنا الكوره من خلال الفار، من خلال الخطوط. يعني طب اقول حاجه ولا كالسبيري يقول؟ لا قول، خليك في شغلك. لا هو كمدير فني لازم يملي يا كابتن كريم. هو مهما كان واقف على الخط مش هيشوفها زي الفار. يعني خلي بالك ساعات الفار بتغلط يا عطار. ايوه في، بس يعني دي بس في الاوفسايد يا كابتن كريم في حاجات يعني ايه يعني خلي بالك انت الفار قعد 3 دقايق كتير قوي وقفنا الماتش لغايه ما عملوا الخطوط وشوفوا الاوفسايد ازاي. لا هي اوفسايد، هي اوفسايد باينه، يعني في على الاقل في شعره زي الشعره اللي قلناها شويه الماتش الاولاني بالزبط. فهي لا اوفسايد، انما يعني مستر موسيماني بعد اذنك، يعني انت ممكن في فار والكره وقفت يا كابتن سمير كتير جدا 3-4 دقايق، فعشان انت تقول انها مش اوفسايد لا معلش انا اسف. يعني رساله لكابتن طارق السيد، مستر بيتسو موسيماني من صميم شغله ان هو يعقب على اي خطا تحكيمي، خاصة لما يكون خطأ تحكيمي بهدف. ولو بتكلم على فكرة ان هو واقف على الخط يا كابتن طارق، بقى فيه موبايلات وبقت اللقطات دي بتنزل، وقبل ما يدخل المدير الفني المؤتمر الصحفي بالتأكيد بيكون شاف ايه اللي حصل في المباراة، ولو اللقطة في الشوط الاول بالتأكيد بين الشوطين سواء حكم او جهاز فني او لاعبين بيراجعوا القصة من خلال السوشيال ميديا، فالموضوع محسوم تماما لفكرة ان هو يبقى عارف الكرة دي اوفسايد ولا لا من غير ما يكون مش محتاج يقف على الخطوط. واعتقد ده صميم شغله يا كابتن طارق وصميم شغل المديرين الفنيين. بيرم العظيم قال يا اهل للمغنى دماغنا وجعنا دقيقه اسكت لله. تخيل كابتن طارق بيقول لموسيماني المدير الفني شوفه. خليك في شغلك. طب ما انت خليك في شغلك، يعني الاولى ان انت مش طرف وبتحلل، لا انت بتتكلم في قرار التحكيم الصح ولا غلط، وده برضو مش من صميم عملك. يعني قبل ما انت توجه النصيحه لبيتسو موسيماني المدير الفني يا اخي وجهها لنفسك. طب هل اصلا تحليلك ورؤيتك العبقريه لما تقمصت دور الحكم كانت صح ولا غلط؟ اكيد غلط. لما نطلع نسمع الفيديو ده وكابتن احمد الشناوي. ادي قدم اللاعب هناك ورا. انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلل. هي مش دي اللي موجوده عنده؟
لا مش هو مش عندوش البيرو ده، هم عندهم تقنيه تانية ما اعرفش ايه التقنيه بتاعته، لكن هم تطلعوها بالشكل ده. عندهم نفس الزاويه اللي احنا بنشوف منها دي ولا زوايا تانية؟ نفس الزاويه، ما اللي جابوها الخطوط اللي من فوق الحاجات المجرده ما فيهاش. انا ما اعرفش، ما ده اللي انا عايز اقوله. مش ده اللي ما فيهاش اوفسايد. لا انا بالنسبه لنا هنا ما عنديش تسلل، يبقى ما فيش برافو من كابتن احمد الشناوي الى كابتن طارق السيد، خليك في شغل بالظبط كده. مش بس من الكابتن احمد الشناوي، ده في حد تاني عاوز يقول للكابتن طارق السيد خليك في شغلك. شوفوا بقى اللي انا هعمله الخط، عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا. شوف الخط لما يطلع التاني هنمشيه على خط المنتصف، هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده اهو، شارب معاه بالظبط. اذا الخط ده لا معوج يمين ولا شمال، مع خط يرجع تاني هنرجعه تاني اهو مع اللعيب. فين التقدم للاعب النادي الاهلي؟ انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه. بكتفه فين؟ اذا كان اللي هو مش معدي ده ايده نازله والقدم. انا بقول لحضرتك ما هو الاعتقاد، هو اللي عمل له خط تسلل عمله له بشكل خاطئ، هو ده السبب. لكن التسلل مش موجود والهدف صحيح 100%. يعني دول مباراتين اثاروا جدل تحكيمي على هدفين للنادي الاهلي تم الغائهم من محمود الدسوقي حكم الفار. فبالتالي تساؤل الكابتن سيد عبد الحفيظ تساؤل في محله وواضح جدا، لكن هل ده فارس كانت مباراه واحده من الثلاث مباريات او مباراتين وباقي المباراه؟ كابتن محمود الدسوقي اللي كان حكم الفار، البعض اتكلم في لعبه تخص ضربه جزاء لنادي الاتحاد اتحسبت المخالفه من الخارج، وقال ان يا جماعه الحكم ده راجل عادل وفير جدا وما عندوش اخطاء، بدليل ان هو حسبها لكم من بره، مع ان ما فيش اي حكم قال ان هي من جوه. ففكره المغالطه ان الراجل اداك حقك فهو كويس وهو ما تقدرش تنتقده، طب ما ده حقي بس غلط في حاجه تانية. نطلع ونشوف اللقطه وتحليل الكوره بتاعه سيسي اللي كانت من بره. فطبعا هنا في اللعبه دي بالشكل ده واضح ان سيسي بدايه العرقله بالشكل ده او بدايه احتجازه خارج منطقه الجزاء، فبالتالي ركله الجزاء طبعا مش ركله لكن الخطا موجود لكن من خارج منطقه الجزاء. خدنا حقنا يعني، محدش جاملنا في حاجه وده مش دليل تفوق، انما هو كابتن احمد الشناوي اللي قال واضح ان حكم الفار بيحدد النقط غلط، واضح كمان ان ده خطا لانه اتكرر اكتر من مره، فواضح ان الحكم عنده خلط في مفاهيم النقط اللي المفروض يحدد عليها خط التسلل. ونتمنى حد يراجعه لان صعب جدا وغالبا نادرا ما تشوفها في العالم حكم فار يحسب نفس اللقطه لنفس اللاعب مرتين في مباراتين مختلفتين والقرارين غلط. بالتاكيد، وهنا برضو بنطالب اتحاد الكره مع فكره الفار، يا ريت فكره التسلل يتم ضبطها بشكل كافي جدا، عشان ما ينفعش يبقى عندنا فار ويبقى عندنا مشاكل في التسلل او الاوفسايد اللي هو بيتحدد بشكل اوتوماتيكي.